السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. عبد الرحمن الشاشة تفضل. والإضاءة. سؤال يا شيخ لو سمحت. شخص تفضل مبتلى بالتدخين ويريد أن يطلق لحيته، أو يعني يعف لحيته، بماذا تنصحه؟ أنصحه يطلق لحيته، يطلق لحيته لعلها تنهاه. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك السلام. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ هذا سؤال. أنا شاب، أنا في بداية شباب. الله يتقبل. حياتي ما زال نموها لم يستقم، فهل يجوز لي أن أحلقها حتى تنمو نموا كاملا؟ لا يجوز لك أن تحلق اللحية حتى تنمو، اتركها على ما خلقها الله عليه. السلام عليكم. الإضاءة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. الله يحفظك وأن يبارك وياك. يبارك في عمرك يا رب. وياكم. سؤال حضرتك الشيخ مصطفى. تفضل. أنا موظف في شركة، وحين أحتاج مثلا أجهزة كهربائية وما شابه ذلك، أذهب إلى محل معين وآخذ منه ما أشاء، والشركة تقوم بخصم ذلك من الراتب. ما حكم هذه المعاملة؟ ايه المشكلة يعني؟ ما هو المشكلة ان واحد سيسدد عنك الدين. نعم. ايه المشكلة؟ شخص سيسدد عنك الدين. نعم. انا اسرع. لا حرج. السلام عليكم. جزاكم الله. اياكم. اذا نسي الامام وسجد واحدة ثم قام ركعة الرابعة فما الحكم؟ يسبح المأمومون كي ينزل يأتي بركعة جديدة، ان ابى واصر فعليه الاتيان بركعة كاملة بعد انتهاء صلاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الشيخ بدي أسألك سؤالين إذا في مجال. السؤال الأول، أنا يا شيخ عندي كمية ثياب كبيرة جدا نجسة، فأنا اتفقت مع دراي كلين أو مغسلي تقوم بغسل الملابس على أساس إنه تغسل 5 قطع من الملابس وتغير الماء 3 مرات، هل يكفي ذلك؟ يكفي ذلك. المشكلة يعني يكفي ذلك انه تقوم بتغيير الماء 3 مرات وغسل 5 قطع في الغسالة. هي مالها يعني ايه الملابس؟ ما الذي بالملابس؟ لعاب كلب ونجاسة مني ومذي. لا يكفي، لا يلزم 7 مرات. 7 مرات اذا ولغ الكلب في الاناء. تمام. والشيخ على يجوز انا اسس شركه باللغه الانجليزيه مع العلم اسمها يكون لغه انجليزيه، مع العلم انا بحب اللغه العربيه. يجوز ايه؟ اسس شركه باللغه الانجليزيه. تكتب اسم الشركه باللغه الانجليزيه؟ اه يجوز، لكن الافضل الاسماء العربيه، الاسماء التي في يعني في كتاب الله ولغه القران افضل اللغات ان شاء الله. الله يسلمك.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. عايز أسأل حضرتك سؤال يا شيخ. اتفضل. أنا استلفت خاتم دهب من أختي. فهو عدد جرامات معين وبعت الخاتم ده. انا ان شاء الله لما اجي ارده على عدد الجرامات ولا بالسعر اللي انا بعت بيه الخاتم؟ على عدد الجرامات يا اخي، الله يغفر لك. تشكر اختك حتى لو السعر زاد او قل دي ما هي عدد الجرامات، زاد او قل عدد الجرامات، اخترت ذهبا ترده ذهبا. تمام يا شيخ، الله يسلمك. اللهم انصر اهل غزه يا رب وثبتهم. بارك الله فيك يا دكتور عمرو، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام حبو. تفضل. والله حضرتك يا شيخ، انا اشتريت اجهزه بالتقسيط واتفقت انا والبايع على سعر الاجمالي يعني، واتفقنا على مده الاقساط. بعد ما انا اخذت الحاجات الاجهزه من التاجر ده، هو طبع لي روشته او اسعار اغلى من الاسعار اللي انا اخذتها. حاليا انا سددت السعر اللي اتفقنا عليه في الاول، وفي فرق 10,000 جنيه هو مزودهم بعد ما اداني الاجهزه. وانا في وقتها لما قال لي ال 10,000 جنيه قلت له احنا ما اتفقناش على كده، فطبعا كانت اضطرارا ان انا الحاجه دي اخدتها خلاص، فقلت له ما فيش مشكله. لا عفوا، لا كيف الاتفاق قبل ان تستلم السلعه، قبل انفضاض على ايه، على ماذا؟ كان على السعر اقل من 10,000 جنيه وكان في ورق مطبوع بده يعني. طبعا ورق مطبوع بكده، لكن بعد كده هو قبل التنفيذ ولا ايه، ولا متى رجع عليك بال 10,000 جنيه الزائده؟ هو زود الحاجات لما ورد لي الحاجه وقال لي ده سعرها بدا يزيد في السوق. ودي 10,000 جنيه على المجموع كله. وانت وافقته؟ وانت وافقته؟ انا قلت له يعني في حاجات، قلت له احنا ما اتفقناش على كده. فضل يعني كلام اخد وهات، وفي الاخر ما وصلناش يعني اتفاق جازم انا هدفعه او مش هدفعه. وهو حتى ساب الموضوع يعني، ما قالش لا انت هتدفع له، وانا ما قلتلوش لا انا هسدد لك. طب انا بسال سؤال بس يعني. انتما اتفقتما على شيء وابرمتما العقد عليه؟ نعم. سلمت الفلوس ولا ما سلمته؟ سلمت اول قسط، سلمته 100,000 جنيه، وكان عليا 100,000 جنيه في 10 شهور. هو خلاهم بدل 200,000 210,000. ايوه، يعني انتما اتفقتما الان على سعر معين وسلمت أنت 100,000، وبعد كده ال 100,000 ثانية مقسطة. جاء بعد أن انصرفت أنت وانفض المجلس وقال السلعة زايد 10,000 جنيه، أو في نفس المجلس قال السلعة زايد 10,000 جنيه؟ لا بعدها، بعد انفضاض المجلس. بعدها بشهر. لا يبقى خلاص ليس له 10,000، لأن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. يا شيخ كان عندي سؤال لو سمحت. تفضل. عليكم السلام. امرأة طلقت وهي يعني مضطربة الدورة أو الحيض. ماشي. فقبل أن تطلق يعني ظلت حوالي عام كامل لا تحيض. وبعد ان طلقت يعني نزل عليها دم لمده يوم ثم انقطع لمده اسبوع، ثم عاد وظل يومين ثم انقطع. عاد بعد كم؟ المره الاولى عاد بعد اسبوع. ايوه. بعد يعني نزل دم يوم ثم انقطع، بعد كده بعد اسبوع نزل يومين وانقطع شهر ونص ونزل تاني. هو دم حيض. سبب العده؟ نعم. كل دم حيض؟ الله اعلم، بس هي في مره قائد ظل يومين. ما انا اسال سؤال، دم الحيض معروف يعني، هي مضطربه، ما لها وقت شهري ثابت، ما لها وقت ثابت في الشهر، فالدم يتقطع. في حوالي عام يا شيخ لا تحيض، والتحيض على فترات يعني، ممكن تحيض تقعد مثلا 1 سنة، بعد كده تحيض تقعد شهر ونص وتجيلها الحيض. المهم ما الذي حصل لها؟ قعد ليه؟ طلقها في الطهر وبعدين؟ نزل الدم. نزل الدم. يوما واحدا. ها؟ ده يوم، لكن دم حيض. الله اعلم، هي تقول انها حيض. هي تعرف، هي تقول انها حيض، القول قولها.
نعم خلاص. ثم قطع بعد هذا اليوم لمدة أسبوع تقريبا. أيوة وبعدين نزل يومين تاني. أي هذا الدورة الثانية. بعد كده قعد شهر ونص تقريبا. أيوة نزل الدم تاني. إذا انتهت عدتها. طب ممكن سؤال ثاني؟ تفضل. هل هي ازاي تتأكد ان الدم الاول والثاني حيض؟ النسوة يعرفنا ذلك بلون الدم لانها ليست لها عادة منتظمة هذه المرأة. يعني نسألها لو كان لون الدم نفس اللون يبقى كده انقضت العدة. وهي المستأمنة على هذا ربنا قال ان قالت انه نفس اللون كده انتهت العدة. شيء انتهت العدة اذا كان دم حيض. انت جزاك الله سلام. لو طرد يحدث هذا احيانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله عليكم استاذنا. وياكم وعليكم تفضل. لدي ثلاثه اسئله. تفضل. الاول هل من المستحب دعوه غير المسلمين الى الاسلام في بلدنا مصر الان ام نتركهم على ما المانع؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه نص عام. نعم وهل تكون الدعوه الصريحه في بيان ان المسيح عبد الله ورسوله؟ امال كيف تكون الدعوه؟ يعني انت تدعو للفروع، ادعو للاصول. انك سوف تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله. انهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صلاه خمس صلوات في يومهم وليلتهم. إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. تدعو للأساس. نعم يعني في كلمتنا إليهم هل نذكر كلمة المسيح أم نقول كلاما عاما أن الكل عباد لله عز وجل؟ هذا وذاك. كلنا عباد لله والمسيح عليه الصلاة والسلام عبد لله ومريم عليه السلام صديقة من الصديقات لكنها أما من إماء الله تأكل وتشرب وتقضي حاجتها كسائر الناس. والمسيح هكذا كان يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق وكان يتبول ويتغوط كسائر الناس. فعلت هذا فسألني أحدهم أحد من غير المسلمين قال وهل غير المسلم كافر؟ طبعا قلت له هكذا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. نعم طبعا المسلم يعني غير المسلم يكون ماذا يعني؟ سؤال غير المسلم يكون ايه يعني؟ طبعا كفر يا يهودي يا نصراني لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وهل اولاد غير المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم امرهم الى الله؟ لا 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 لا, لا يعني لا, لا, لا اقصد موتهم، اقصد حكمهم الدنيوي. هو غير مسلم لم يبلغ الحلم، اقصد هو من ابوين غير مسلمين ولم يبلغ الحلم، حكمهم في الدنيا. حكمهم في الدنيا ايه يعني؟ ما هم لهم احكام مسلم ولا غير مسلم؟ يعني اقول عليه نصراني ولا مسلم؟ وكل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. مولود على الفطره. وبعدين انت مجازي. اقول له انت انا يلا حبيبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا رب، بارك في عمرك ويحفظك إن شاء الله. حياتي. شيخنا الفاضل في قريب ليا وصديق يعني هو متزوج من زوجتين وظروفه المادية يعني غير قادر على يعني الظروف معاه صعبة شوية. فحصل بينه وبين زوجته الأولى مشكلة، هو يعني يقول أنا يكرهه ولا يأتيها خالص يعني من فترة من الزمن، هجرها يعني بالمعنى الأصح. وأولادها معاه منها أولاد، فقدر لهم مصروف معين كان بيدي لهم الأم في يعني مع أولادها كده كرهتهم في أبوهم لدرجة كبيرة جدا. تسمعني يا شيخنا؟ أسمعك. المهم الأم عنده بنت من بناته عايزه تكمل تعليمها وهو رفض لعدم قدرته على ان هو ينفق عليها، فالام خدت بنتها دي وراحت ايه بلغت في ابوها ده في المركز وعملت فيه محضر. سؤالنا يا شيخنا عملت فيه محضر ايه يعني؟ ايه المحضر؟ المحضر اللي عملته فيه ان هو مش عايز يخليها تكمل تعليمها. طيب وبعدين؟ المهم سؤالي طبعا انا كنت بساعد الزوجه الاولى دي
كنت بساعدها بعلم زوجها اللي هو قريبي ده، كنت ببعت لها مساعدات يعني بعلمه. فلما صارت المشكلة هو اتصل عليا واخبرني ان انا ما نساعدهاش. هي على ذمته؟ هي على ذمته؟ هي على ذمته. هي على ذمته ولا ينفق بس صبرا عليها بس ولا ينفق عليها؟ هو كان بيديها مقدر لها مثلا 1200 جنيه بيديهم لها كل شهر هي واولادها الست. يعني هل انت شايف كرجل مسلم ان ال 1200 جنيه يكفوا الان في مصر؟ انا ماشي خلي بالك اسره من 6 افراد. لا ما يكفوش يا مولانا، هو كان بيوفر لهم، هم عايشين في الارياف وهو كان بيوفر لهم الحبوب من قمح وارز وكده بخلاف المصاريف، ويعني هو مقدوره كده من المصروف. انا شايف ان هو لا يستطيع ان هو ينفق اكثر من ال 1200. يعني حوالي بس صبرا علي يعني الله يبارك فيك. يعني الان هو مطلق ولا على ذمته؟ هي على ذمته ومعها 6 اولاد. على ذمته ولا ينفق عليها الا 1200 شهريا. ويقول لك لا تعطيها. لا. وبعد ما حصل الخلاف بينه وبينها هي اشتكيته وقطع ال 1200 ما عادش بيديهم لها. ما انا بقول لك اقول لها حتى تتنازل عن اللي عن الشكوى اللي اشتكيته فيه. يا حبيبي صبرا بس ما توجعش دماغنا كتير، انت بتتكلم كثير اكتر من يعني. الان في امراه يا اهل الاسلام في مصر مطلقة على ذمة رجل معها 6 من الأبناء ويعطيها الآن زوجها 1200 جنيه لا تكفي بحال من الأحوال في هذه الظروف، لا تكفي بحال كيلو السكر في مصر بأربعين جنيه، كيلو السكر فقط بأربعين جنيه، الخبز فقط هتاكل الخبز بكم، فلا يكفوها بحال. ففي واحد قريب هذا الشخص كان يعطي هذه المرأة أموالا بعلم هذا الزوج، قطع الزوج يعني لمشاكل بين البنت، اشتكت والدها لأنه يرفض أن يعلمها فقطع النفقة، يعني أصبحت لا 1200 ولا شيء خالص، ويطالب صاحبه الآن أن يقطع أيضا النفقة. لا تقطعها مظبوط. إذا أنت خايف منه ممكن تعطيها لأي شخص يوصلها لها. يعني انا كده معليش. اذا انت خايف من ابن عمك؟ اذا انت خايف منه؟ لا يعني اخشى، ما اخشى ان هو يقول انت اتدخلت في شؤوني اعطيها لاي شخص اخر يوصلها له. نعم اي شخص غيرك يوصلها المساعده. ماشي يا شيخنا بارك الله يسلمك. محمد حمدي بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ مصر. اتفضل. دلوقتي يا شيخ انا المفروض في واحده من قرايبي جايه من السفر، تمام؟ هي بنت. هم اهلي بيقولوا لي اروح اجيبها من المطار عشان هي ما فيش حد يجيبها. بس هي مش لابسه حجاب. كم عمرك وكم عمرها؟ انا 21 وهي 30. ايه. ممكن تاخد واحد من زميلك معك؟ هي جوزها معاها اصلا بس هي مش محجبه. جوزها معاها؟ لا مش مشكله، هات غض بصرك هتعمل ايه؟ شكرا شيخ مصطفى. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. من فضلك في السيارات اللي هي الدوله عاملاها زي خدمه كده لاصحاب اللي هم الاعاقات والحاجات دي، سيارات المعاقين. نعم. بتيجي من الخارج يعني بتبقى مش عليها جمارك وسعر مخفض. ففي ناس يعني بتشتري الجواب ده من المعاق وتستفيد بالخدمه دي، بيديله هو اصلا على السياره حظر بيع لمده 5 سنوات. سيارات المعاقين عليها حظر بيع، يعني ممنوع صاحبها يبيعها لمده 5 سنوات. فمن ثم العقد باطل لانه لا يملكها تملكا كاملا. لكن ممكن يعطيه حق انتفاع، ممكن يعطيه حق انتفاع ينتفع بها ويدفع أجرة من قبل الانتفاع. لا إنما بيع وشراء، يعني هو بيجي مثلا فاضل. هو قانونا لا يصلح ولن تستطيع أن تسجلها. أيوه بس هم بياخدوا ضمانات، يعني بياخد والله على كل إن هو البيع لا ينعقد لأنها لم تتملك تملكا كاملا، والنبي يقول لا تبع ما لا تملك. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. سألني صديقي يعيش في دولة من دول الخليج، هل يجوز إعطاء الزكاة مقدما لإحدى الجمعيات الخيرية التي توصل المعونات إلى أهل غزة؟ يجوز. يجوز يعني. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، زكاة عروض التجارة ما قول حضرتكم فيها؟ قولي عمدة الجمهور القياس وهذا لا يكفي. قول الجماهير سلفا وخلفا بإخراج الزكاة في عروض التجارة، الأدلة تساعد. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منع خالد بن الوليد ومنع العباس ومنع ابن جميل، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. قال الجمهور: لو لم يحتسبها لوجبت فيها الزكاة، وهي الأدرع والعتاد. هذا مستند الجمهور. ما حديث في سنده ضعف: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع. ثالثا الأقيسة وكل العقول الرشيدة، شخص معه مليار دولار يتاجر في السيارات ويتاجر في الرز ويتاجر في العدس، عنده السلع هذه يتاجر فيها، وآخر عنده 20,000 أو 30,000 نقدا في يده، تقول لصاحب المليار لا تخرج المهر في التجارة، لا تخرج لأنها في عروض، وتقول اللي معه 20,000 جنيه اخرج، فلا يتصور. ولا ان الرجل تاجر يعني يا اخي الكريم، حرام عليك، انت بتهدم دول بهذا الجهل، انت تهدم اقتصاد دول. اقتصاد دول مبني على الزكاة، اقتصاد دول كاملة مبني على الزكاة. فاذا قلت لاصحاب المليارات ليست عليكم زكاة، هدمت دولا كاملة، وهدمت اسرا، دمرت دينا، مخالفا للمذاهب الاربعة، مخالفا حديث الرسول انكم تظلمون خالدا، مخالفا للأقيسة. ما هذا العقل الذي تتكلم به أنت؟ من سلفك الصالح الذين قالوا لا زكاة في عروض التجارة؟ فهمني، هل قال أحمد مالك أبو حنيفة الشافعي، من الذي قال لا زكاة في عروض التجارة؟ أفهمني بارك الله فيك، لأنك كده أنت تدمر دولا وتجعل الأغنياء المهرة في التجارات، واحد عنده 1,000 سيارة معدة للتجارة تقول ليست عليك زكاة، والمسكين اللي معه 50,000 المعارف يشغلها زكي. لا فهم يدل على ذلك ولا نص يدل على ذلك أبدا. بارك الله فيك شيخ. يعني زي السعودية مثلا، هيئة الزكاة والدخل عندها تكفل ملايين البشر في السعودية وخارج السعودية، أما تيجي تسقط الزكاة عن عروض التجارة، إلا عندهم توكيلات مرسيدس وتوكيلات تويوتا وتوكيلات رز بسمتي وتوكيلات كل شيء، ما هتسقطها من عليهم، لأن كل أموالهم مكدسة في تجارة. أنت فاهم كلامي ولا لا؟ لأن الفتوى خطرة ووعرة جدا. عالم اجتهد وأخطأ فيها رحمه الله، ليس معنى أنه أخطأ رحمه الله نتبعه على الخطأ، هو له اجتهاده وهو بين يدي الله الآن. نقول في انك عالم واجتهدت، ولكن ليس كل مجتهد يصيب. بس كده اختصار. السلام عليكم. حديث شراركم عزابكم ضعيف جدا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا وحضرتك. الحمد لله. بركة على جميع في نعمهم يا رب وياكم. اخي ليا صديق ليا عنده مشروع اللي هو بيطلع قسط وكده، والمشروع بتاعه يعني بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكن عفوا في سؤال، عفوا قبل ان تقول المشروع، هو هذا رجل معه راس مال فقط كل اللي يملكه، وياتي واحد مسكين صبرا علي، اصبر علي انا بفهمك، بحاول افهم منك ايه المشروع. المشروع ما فلوس، واحد يجي يقول له انا عايز هاتف محمول، يروح يذهب بكم الهاتف؟ ب 10,000. هتسد على كام؟ على سنتين ب 20,000.
ثلاجة غسالة هكذا ولا مشروع قائم؟ لا حضرتك هو بيجيب البضاعة عنده في المحل راكنها في المحل ثلاجة غسالة كلام ده كله. الراجل حد بيجي يسأله الغسالة دي بكام يقول له مثلا كاش بكذا وكذا. اذا تخيير الرجل المشتري السلعة دي موجودة عندي عنده بالفعل. اصبر السلعة موجودة معي. جاءني زيد يقول اريد اشتري السلعة على سنة. قلت له السلعة على سنة بألف. طيب انا اقدمك نقدا. قلت له بسبعمائة. ديك خيارات كلها جائزة. هذه كلها خيارات جائزة. تمام. لكن اذا انعقد البيع على ثمن لا يتغير بعد كده. تمام. لا لا ما بيتغيرش. لا. خلاص السلام عليكم. بارك الله فيك يا حسن ابننا وفقك الله اينما كنت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. رجاء من حضرتك بس توضح لنا يعني انا المقاطعة اللي احنا عاملينها للمنتجات الاسرائيلية تمام؟ في شباب مصري يعني بيته مثلا لو احنا عملنا المقاطعة دي ونفس الناس انا معاها تمام؟ بس يرد على اسئلة بس بتجيلي تمام؟ ان احنا المفروض ما نعملش مقاطعة دي لان دي كده في بيوت ناس هتتخرب مثلا زي ما سؤال في سؤال, في سؤال يا اخي الكريم في سؤال ايه؟ اسمع سؤالي بس اسمع سؤالي. احيانا يكون في الشيء مفسدة كبيرة ومضرة ومنفعة صغيرة واحيانا العكس يكون في منفعة كبيرة ومضرة صغيرة. فالقواعد الشرعية تنبني على اننا نختار اخف الاضرار اذا تزاحمت الاضرار ونختار اعظم المصالح اذا تواردت المصالح. يعني إذا كان في مصلحة كبيرة ومصلحة أكبر اخترنا الأكبر. مفسدة كبيرة ومفسدة أصغر اخترنا المفسدة الأصغر. إذا كان في مصلحة كبيرة ومفسدة صغيرة اخترنا المصلحة الكبيرة. مصلحة صغيرة ومفسدة كبيرة اخترنا الأقل فسادا. في قواعد شرعية عامة. في مثل الرسول عليه السلام صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم هو الصلح بدأ لا أربط هذا بالأحداث التي تحدث حتى لا يفهم شخص بغباء غلط إنما أقول باب اختيار أخف المفسدتين. جاء أبو بصير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده للمشركين أو جاء أبو جندل ابن سهل ابن حنيف رده النبي إلى المشركين. كانت في مصلحة عامة أمر بها الرسول من ربه لن يعصي ربه ومفسدة أقل. فنحن دائما في القواعد مع المفسدة الأقل. مفسدتان في خرق السفينة مفسدة ومصادرتها مفسدة أيهما أعظم؟ خرقها أخف. تفهم كلامي؟ جزاك الله خير المساعدة بعد يا شيخ مصطفى. أنا ما قررتش حاجة أنا بقرر بس قواعد عامة الآن. لا أنا فهمت كلامي. طيب قواعد عامة. المرأة التي ستختلع هي بين أمرين إما أن تضر في دينها أو تضر في مالها لأنها ترد المهر. المال أقل من الدين. المرأة أقل من الدين. سلامتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حضرتك أنا ما كملتش السؤال بتاع القسط. أنا السؤال نفسه ما سألتوش. اتفضل. حضرتك أنا بقول لحضرتك المبلغ اللي هو عامل بالمشروع وصل بلغ النصاب وحال عليه الحول. كل الفلوس الموجوده دلوقتي كلها اقساط بره اقساط عند الناس. في سؤال اقساط حيه سترد او اقساط ميته لن ترد؟ لا ترد ان شاء الله. هترد هترد. اذا ما دامت سترد تزكى لان ربحان فيها ايضا. تمام. اقساط اذا كان دين حي وانا احسب ثروتي لي دين حي اضاف دين الميت اسقطه وإذا جاء بعد زكيه. شكرا. الله يكرمك. حديث كل الرمان بشحمه باطل يا صابر الخطيب لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ خالد؟ حالي طيب لله الحمد والله نتقلب في نعم الله ويكفيها نعمة الإيمان فضلا عن سائر النعم التي لا يحصيها إلا الخلاق العليم. أدامه الله عليك يا رب وعليك وعلى المسلمين جميعا يا رب. الله يا رب. تفضل. لي سؤالين. سل أولهم
انا متخرج من كليه الحقوق جامعه طنطا بتقدير جيد جدا. تمام. تم قبولي لمتابعه الماجستير في الولايات المتحده الامريكيه. بئسة الدوله. ها. على اي انا يعني انا يعني انتوني امارس محاماه هنا. ايه؟ يعني عايز امارس محاماه في اسمه محامي الاصابات الشخصيه. تمام. انا مش فاهم والله مش فاهم. انا ما انا هشرح لحضرتك بس استاذن حضرتك طول بالك معايا دقيقه. يعني انت تقول يعني يعني ظنها يعني معظمها عند الناس لا انك متخرج بجيد جدا من كليه الحقوق جامعه طنطا وجات لك هبه لامريكا وبعد الماجستير ده هيهيئني ان انا اجلس لامتحان النقابه في الولايات المتحده الامريكيه وامارس المحاماه هناك. اي وبعد انا انتوي ممارسه محاماه الاصابات الشخصيه والجسديه. اي اتعابي بتيجي ازاي؟ بتيجي وليكن ان محمد عنده سياره واحمد عنده سياره عملوا حادثه مع بعض كل واحد فيهم مأمن على نفسه ومأمن على الايه؟ على السياره. دوري كمحامي اني اثبت بعبء الاثبات اني اشوف مين اللي غلطان ومين الصح. فنثبت ان فلان مخطئ. فتقوم شركه التامين دفع الايه؟ التعويض. انا دوري كمحامي اني اخد نسبه من الـ 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 التعويض اللي طالع للشخص المستفيد منه واللي دفعها شركه التامين للمخطئ. ايوه ايوه. بس يعني انت الان بس اساس عملك اساس عملي صبرا علي اتلزم بتقاضاها من الايه؟ من العميل. لا بتقاضاها من نسبه من الـ من الـ من التعويض اللي طالع للايه؟ للمستفيد منه. ممكن تسيبني اتكلم؟ اتفضل. يعني اساس عملك اساس عملك تعيين المظلوم من الظالم وبعد كده بيجي لك عليه اجره من اي اتجاه كان كده الاساس؟ اه. اذا كان كده الاساس لا باس. لكن امام المفاسد التي تتاتى من الذهاب الى امريكا تلك الدوله الكافره اقرار زواج الولد بالولد والمراه بالمراه والرجل بالرجل مفاسدها اعظم من مصالحها. اه فضلا عن قوانين الوضعيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حصل مشادة بين زوج وزوجته و... نعم حصل مشادة بين زوج وزوجته قال لها قال لها شروطي لو ما يعني لو ما عملتيش شروطي والله ما هكمل. فهل كلمة والله ما هكمل؟ لا لا تعد طلاقا. زوج اختلف مع زوجته وقال لو والله لو ما عملتيش شروطي ما هكمل لا تعد طلاقا. ومش من كنايات الطلاق ولا يكفر يمين. لا تعد طلاقا يا حبيبي. لا تعد. إذا كان حلف يكفر كفارة يمين. كفارة يمين على الحلفان ولا إذا كان على 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 الحلفان. نعم. إذا ما كملش يعني ماشي. بارك الله فيك على قرشة. بارك الله فيك يا خالد الدقاق وسلمك وأهل فلسطين جميعا يا رب. بارك الله فيك يا ذا النورين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ده سمعت الشيخ عندي سؤال. بارك الله فيك يا شيخ طلعت، تفضل سؤالك. هل يجوز لي في النظرة الشرعية إن أنا أنظر لشعر البنت اللي أنا هخطبها ولا لا وجهها فقط؟ جوز هذا بعض العلماء كالحنابلة والظاهرية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حسنوه إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. يعني هذا رأي رأي الحنابلة والظاهرية. نعم. تمام شكرا شيخ. الله يسلمك. الجمهور يقولون الوجه والكفان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك بس في موضوع لبس السلاسل الفضه للرجال ومش من باب التشبه بالنساء، انا بلبسها مثلا زي الساعه او كده. لبس ماذا؟ السلاسل الفضه للرجال بس مش من باب التشبه بالنساء، بلبسها زي الساعه مثلا حاجه شكلها كويس. سلسله في رقبتك؟ اه تمام. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. ما انا بقول لحضرتك مش هتشبه بالنساء هي. انت اللي مش هتشبه، انا شايفك انت شايفك لابس سلسله قل بتشبه بالنساء. النية والعمل معا.
ماشي، بس يعني انا شكلي راجل والناس عارفه ان انا راجل وكده. راجل وراجل تلبس سلسله ليه يعني؟ تبقى حسن خطاب ولا ايه؟ بتبقى شكلها حلو مع اللبس يعني. لا يا حبيبي حرام يعني؟ طبعا بقول لك لعن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تمام يا شيخنا. في بعض العلماء بيجوز هذا الكلام، لكن انا اقول لك كده ابتعد افضل، ومن حام حول الحمى يوشك ان يواقعه. تمام، الله يسلمك. والحظاظات نفس الكلام صح؟ حظاظات تضاف اليها معتقدات شركيه. لا لا مش قصدي اللي هي بتجيب حظ، انا قصدي في الشكل يعني. يا خليك رجل، خليك رجل كويس، الله يحفظك، خليك رجل محترم. شكرا يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. الله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. لا والله العظيم. تفضل يا حبيبي. حضرتك يا شيخ سؤال بس للحاجة الله يحفظها. حدنا 5 جرابيط أرض. حلو، الله يبارك. وبعد 5 جرابيط دولي في حد زرعهم بالنص رز، فجاب لها 5 شكاير رز، فعايز اطلع منهم زكاة، طلعوا ازاي؟ 5 شكاير. اه هو اخذ 5 شكاير، هو اخذ 5، انا 10 شكاير رز. اه شكارة كم كيلو؟ نعم شكارة كم كيلو؟ يعني في حدود 90 كيلو. شوال يعني؟ ايوه. طبعا يعني الزكاة ازاي؟ يعني تعني ان ناتج الارض كله 10 شولة. 10 شولة. الارض دب 12 كيلو. اذا ارادت يعني الاحتياط لدينها تخرج تشوفهم كم كيلو وتقسم على 20. على 20؟ ايوه نصف العشر. يعني نحسبهم كلهم كامل ونقسم على 20 والناتج اللي يطلع نطلعه. ايوه نعم. نعم على 20. يعني 45 في 5. الخمسه بتوع والخمسه بتوعنا طيب ولا الخمسه بتوعنا؟ لا هو يخرج، كل واحد يخرج عن نفسه. كل واحد يخرج عن نفسه. انت في سؤال ثاني اخر يا شيخ. اتفضل. في 8 تانيين دول باخد بناخدهم فلوس بس، يطلعهم ازاي؟ ما عليهم زكاة الا اذا مرت على الفلوس سنة وبلغت النصاب. يعني ما عليهم زكاة؟ لا لا، 8 قريط ايجارهم كم يعني؟ 2000 جنيه في الشهر؟ مثلا. في الدفعة لا ما عليهم زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، كان في مسألة كده كنت عايز أسأل حضرتك فيها. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي حضرتك أنا دلوقتي شغال تاجر. ساعات في زبون مثلا بيجي يقول لي أنا عايز مثلا قماش معين، فالقماش ده مش عندي. طيب. أروح أشتريه مثلا من حد تاني وأنا بحوله، هو عارف إن هو مش عندي بس أنا بشتري له من حد تاني. بعد ما تشتريه وتنقله إلى بعد ما تشتريه خيره. تمام. في حاجة بقى دلوقتي. أيوه. في احد المرات يعني الحاجه كانت كميه كبيره، فقلت له فهو خلاص اتفق معايا على البيع والشراء وكده وانا اتفقت عليه، فرحت بعته للمخزن اللي انا اشتريت منه يحمل الحاجه لانها كانت كميه كبيره، يحمل الحاجه باسم انا وياخدها ويمشي. مفيش مشكله يعني ده مفيش بيع ما غير عندي؟ لا اصل في حديث انت تفهمته هتستريح وتريحني. في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، هو بلفظ السلع معلول، والصواب نهى عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، فهذه سلع ليست طعاما فيجوز فيها والله أعلم. تمام يعني كده ما فيش حاجة. لا إن شاء الله ما فيش حاجة بإذن الله ما فيش حاجة. تفضل. ماشي. السلام عليكم. جزاكم الله خير يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الفترة دي كنت عايز أسألك على كان في قط يعني بيأذيني في ال قط يؤذيك الدور الصغيرة قط يعني أنت بالذات يعني متسلط عليك ولا إيه؟ لا هو قط مفترس بيخلص الطيور الصغيرة كده بياكل كله وجاي ياكلك أنت أيضا. لا فأنا بقى بستأذن حضرتك لو في حكم يعني لو أذيته بسم أو حاجة ده حرام. هو إذا كان مؤذي تمام يجوز قتل المؤذي تمام. إذا كان قط مفترس ويؤذيك ويؤذي فراخك وبطك ودجاجك يجوز. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة واحدة فأحرقت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة واحدة. فاستدل العلماء بهذا على أن النملة المؤذية تقتل فكذلك القط المؤذي يقتل والله لا يحب الفساد. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أستاذ محمد عبد الحي ابن عبد الحي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ حضرتك أنا كنت بعمل عمرة وكان حضرتك بعد الطواف كانت زوجتي مش قادرة تكمل بعد إن هي السعي فروحنا الفندق حضرتك وبيتنا وصحينا ثاني يوم وعملنا السعي. هل يجوز أن يكون بين الطواف والسعي وقت للراحة لمن عجزت عن المواصلة؟ نعم يجوز. تمام حضرتك شيخ. معلش حضرتك شيخنا هو حضرتك واحنا لما روحنا الفندق انا قلعت الرداء اللي هو الجزء فوق من الاحرام ونمت عادي على السرير. خلع نص الاحرام ده فيه مشكله؟ ليس هناك اشكال في ذلك. خلعت الرداء العلوي ونمت لكن لا تقرب زوجتك طبعا. لا طبعا. تمام. معلش يا شيخنا حضرتك وانا بطوف اول ثلاث اشواط كنت ناسي ان انا اعمل الطباعة وبين نسي ان يطبع والطباع ان يكشف الكتف الايمن ويغطي الكتف الايسر. الطواف صحيح ايضا. شكرا جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان لي تساؤل ثاني يا شيخ مصطفى الله يبارك فيك. سل الله يبارك فيكم. انا عندي واحد جارنا في الارض جه ابويا من شغل يوم فلقى كده بيضرب على الحديد اللي عازل ما بين ارضنا يريد ينقل الحديد يوسع ارضه على حساب ارضكم. من غير لعن الله من غير منار الارض. من ظلم شبرا من الارض توقع يوم القيامه من سبع اراضين. نعم. فبعد كده مثلا ابويا في المشاكسات معاه هو راجل يعني صليت اللسان وشغلته العوض كده يعني عايز تقول يعني يرمي جتته. بالمثل يعني المصري وخلاف. طبعا احنا ناس برضو متعلمين يعني دي مش بطاعتنا ولا العرايك ولا كده يعني اضربه واموته فما يعني مشكله. احنا بنقولنا مثلا ايه احنا ممكن نكلم حد يعني من حبايبنا في الشرطه نجيبه يومين كده ولا حاجه هناك نعلمه الادب برضو بشويش كده مش هنقول برضو ان المساله ليها علاقه بالارض وغيره يعني يعرف ايه اللي ليه وايه اللي عليه. يعني هتقدمه في بلاغ يعني ولا ايه؟ لا مش بلاغ هيجي لنا واحد مثلا يعمل معاه دور كده هو يعرفه ايه اللي ايه اللي ليه وايه اللي عليه. كلمني على الهاتف الخاص حبيبي. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال صغير بس كده عن شيء. اتفضل. دلوقتي حضرتك شايف اللي بيحصل على فلسطين سواء من امريكا وحملات الطيارات او المانيا وبريطانيا والحتت دي الله ينتقم منهم. لو في فرص عمل في البلاد دي يجوز ولا لا يجوز؟ هتشتغل ايه؟ ماذا ستصنع؟ طبيب. طبيب؟ انت ستطبب العوام جائز. جائز يعني. جائز.
تمام شكرا لحضرتك. بس لا تقر مبدأ الزواج الرجل بالرجل، لأن دول دي كفرة، والآن تأخذ تعهدات على الذين يدخلونها بنحو من هذا. انتبه، هذا بلغني لكن تثبت منه. تمام، الله يكرمك. السلام عليكم. اللهم عليك بهم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم عليك بهم. تفضل. مسألة الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر، ما الضابط فيها؟ يعني هل مثلا هي تجوز للطبيب في العملية الجراحية، للطالب في امتحان؟ أختار الجواز في هذه الأحوال. يعني طبيب عطلت سيارته المرور الطريق، واقف في المرور مش عارف يتحرك بالسيارة. ايه بس انت هتوقف مش عارف تتحرك بالسيارة 3 ساعات مثلا؟ لا، بين المغرب والعشاء مثلا. على كل الاضطرار يجوز. الاضطرار يجوز. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. انا كنت كلمت حضرتك من شوية، انا بتأسف اولا ان انا بضيع من وقت حضرتك، بس انا اسف والله. لا حرج، اتفضل. بخصوص المرأة التي متباعدة الحيض أو مضطربة الحيض. نعم. فأنا عدت إليها للتأكد، فقالت إن نفس الدم في 3 مرات هو دم الحيض. بس جالت بين المرة الأولى والثانية ما كانش أسبوع، هو كان 3 أيام. فهل بما إنها ما هو أنت قلت ابتداءً أن دورتها متقطعة، يعني قلت الأول نزل 3 أيام انقطاع، نزل ثاني شهر ونصف رجع ثاني. انت صدرت سؤالك بقولك انها مضطربة الحيض. نعم. وبعدها قلت ايضا ممكن الحيض المرة الاخيرة ما جاءتها الا بعد شهر ونصف، يعني في حيضة تقاربت وحيضة تباعدت. نعم. وقبل كده كان ممكن تقعد شهور طويلة او سنة. ممكن تقعد شهور طويلة او سنة، فبنينا على الدماغ. طيب انا لما قلت عشان اتاكد، عشان نبقى ماشيين بنور بالله عز وجل. انت الزوج يعني ولا مين؟ نعم. انت الزوج؟ انا لا، انا المتقدم اللي في الباطن. لا انتظر انت، انا اقول لك خذ بالاحتياط، انت بالذات اقول لك خذ بالاحتياط. ناخذ بالاحتياط يعني سمع. المرتين الاولى المتقاربتين نسيبهم مره واحده؟ لا مش هقول لك، يعني احتاط لدينك كمان، انتظر مرة ثانية ما فيش مشكلة، لأن يعني الاحتياط له أدلة شرعية. تمام. الله يسلمك. طيب يا شيخ، هو هل يجوز تثبت المرأة قبل انقطاع العدة؟ قبل إيه؟ قبل انقطاع العدة، هل يجوز تثبت؟ لا. لا 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 لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ، تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله. عندي سؤال من فضلك. تفضل. شخص قال لزوجته انت طالق ان بت عند اهلك، ماشي، فجئنا بها قبل الفجر، ماشي، فهل تعتبر باتت ام لا؟ لا. طب سؤال اخر. كفر كفاره يمين. ماشي. احتياطاً، تفضل. زوجي قال زوجتي انطلق بالثلاثة، واحدة طلقة واحدة أم ثلاثة؟ واحدة واحدة. جزاكم الله خير. حياكم. ولك المثل يا شيخ مصطفى. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً بك ومرحباً. مرحبا بك يا شيخ، حفظك الله وإيانا يا رب. حياكم الله يكرمك. الله يصلح حالك. سؤال بعد إذنك يا شيخ. سل. الدفع عن طريق شراء قسط بالتليفون عن طريق تابي او تمارا، مع انهم حاطين شرط. ما عرفت لي ولا تمارا يا حبيبي، اسال سؤالك بوضوح. يعني انا بشتري سلعه عن طريق تابي او تمارا، وانا اعرف لا تالي ولا تمارا، اسال صفه. ما الصفه؟ شراء سلعه معينه. ايوه. بالقسط. اي شراء سلعه معينه بالقسط. نعم، عن طريق موقع امازون او كده. عن طريق موقع، يعني سؤال. هو يعني انا اشتري بالقسط، ساشتري بالقسط وبعدين. فهم حاطين شرط ان هو عند التخلف في الدفع بتدفع 5% زياده. وانت متاكد انك مش هتدفع؟
لا انا هدفع، انا النية هدفع. خلاص توكل على الله اشتري ولا تتأخر. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. اللي دخلت لي وتمرة ما في المسألة. بارك الله فيك يا اخ صافي ابن ادريس. عليكم السلام يا همس الحنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب. وصلاتي يا شيخنا، بالنسبة للمال المسروق كيف يرد؟ المال المسروق كيف يرد؟ يرد بالقيمة الحالية ولا يرد المبلغ كما سرق؟ سرقهم كم سنة؟ 6-7. انت شوف عليك ذنوب طولت هذه المدة انك معطل للناس. ردوا بالقيمة الحالية. بالقيمة الحالية يحسب قيمته ويرد الى صاحبه. يكفيك انك قهرت قلبه واخذت امواله 6 سنين قهرا وظلما وعدوانا. رمضان عبد النبي غير اسم عبد، اضف عبد رب النبي يا رمضان، لا تشرك في التسمية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ هل يجوز سب الكيان الصهيوني؟ بس إيه؟ سب الكيان الصهيوني، الشباب الآن يسبون يعني بألفاظ بذيئة الكيان الصهيوني، هل هذا يجوز؟ يعني إيه الكيان الصهيوني؟ الكيان المحتل. نعم. إسرائيل دولة. أنا أنصحك نصيحة. نعم. لا تسمي الصهاينة ولا تسمي دولة إسرائيل. إسرائيل اسمها الدولة اليهودية. الدولة اليهودية. نعم. لماذا؟ لأن صرف الاسم، صرف الشيء عن اسمه الصحيح يضر بنا في الأحكام. يعني سماهم الله اليهود صح كده؟ هتقرأ المصحف تعرف وقالت اليهود عزير ابن الله، تعرف قالت اليهود يد الله مغلولة، تعرف لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ستعرف ما من اليهود. لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. أما إذا سميت الصهيون ما أنت عارف لا آية ولا حديث في صهيون ولا نعرف صهيون، نعرف كتاب الله وسنة رسول الله. فحتى توظف الاصطلاحات وتأخذ معانيها الصحيحة سميها كما سماها الله. أما إسرائيل عليه السلام فهو نبي الله إسرائيل يعقوب صلى الله عليه وسلم أبو يوسف. قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال تعالى في كتابه الكريم في شأن نبي الله إسرائيل صلى الله عليه وسلم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فإسرائيل نبي كريم عليه الصلاة والسلام، هو نبي الله يعقوب عليه السلام وكان مسلما ووصى أبنائه بالإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وقال تعالى في شأن يعقوب ويوصي ولده يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإسرائيل نبي كريم عليه الصلاة والسلام، وكلمة صهيون لا نعرفها، نحن نعرف اليهود. طب هل يجوز سب اليهود يا شيخ؟ في ذلك تفصيل، في ذلك تفصيل، لأن الله قال في بعض المواطن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قيدها باليهود الظالمين. جزاك الله يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل تفضل يا شيخ، حابب استفسر من حضرتك
اوكي حاجة لو تدخل يعني. ايه حضرتك بتصحى الساعة كام يعني يومك يعني انك تسهر؟ اسأل عن رسول الله متى كان ينام ويصحى واتبع هدي محمد احسن من هدي اي واحد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا جزاك الله ألف خير وربنا ينفع بك يا رب ولك بمثل. دايما بنتعلم من حضرتك ربنا يحفظك يا رب. الله يبارك فيك. أنا ماليش سؤال ولا حاجة بس ليا طلب بس ادعيلنا للتيسير بس ربنا يحفظك. الله ييسر أمرنا وأمرك وأمر المسلمين والمسلمات. أحبك في الله والله إني أحبك. غزة وفلسطين يا رب عليك أحبك الله. وألبسك الله ثوب العافية والكرامة يا إيمان. السامعين والسامعات بارك الله فيك أحمد بن علي وحفظك. السلام عليكم تفضل. عليكم السلام يا شيخ. أنا بسأل عن طلقة هل وقعت أم لا؟ يعني رجل ودى مراته لبيت أهلها برغبتها ورغبته يعني، وبعدين أبوها أجبرها أنها تقعد ورنوا على الزوج وقالوا له مالكش زوجة عندنا وحاجات من دي وحصلت مشكلة، فهو حلف عليها بالطلاق لو ما جاتش بالليل هتطلق يعني هتبقى طلقت منه. قلت ان عندها رغبه داخليه ان هي ترجع ولكن ابوها اجبرها ان هي تقعد. انت سائل من شويه ولا غيرك؟ لا انا اول مره. اول مره. يعني قال تكوني طالق اذا ما رجعت في الليل. النهارده بالليل أيوة وعدى اليوم وراح حاول يرجعها بقدر استطاعته ما امكنش. كان ينوي طلاقا او تهديدا؟ كان تهديد. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. كانت حسن مشدد كده مدينة زوجتي كله مشدد ورحت الشغل رجعت لقيتها خدت العيال ورحت عند خدت ملابسها وذهبها ورحت عند امها وبعدين وخدت العيال وخدت السؤال دلوقتي انا ببعت يعني بتصل بعيال عشان يجي ياخدوا اكلهم وشربهم عشان اصرف عليهم بترفض انا عليها شيء؟ لا هي الذي ترفض. رفض. بس انت يعني لو شهم يعني خذ الاكل والشرب وصلهم للاولاد بس. ما هم ساكنين جنبيه مش راضيين هي بترفض تطلع البنت عشان تاخد الاكل ولا حاجه. خلاص سقط عنك الاسم. نعم سقط عنك الاسم. هم اغنياء يعني ولا ايه؟ حالهم كويس بس هي رافضه انها تاخد مني حاجه العيال. ما هي زعلانه يا عم ما تروح صالحها يا عم. يا عم روح صالح زوجتك يا عم الله يكرمك. ما كانش في بينكم يوم في وداد وحب وكلام طيب؟ الله المستعان يا شيخ. يا عم الصلح خير. الله صح الله المستعان ان شاء الله. السلام عليكم. حفظك الله يا حمزة أمرير. سامحني إن كنت أنطق الاسم خطأ لا أدري كيف أنطق ولا كذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا الحبيب. لو سمحت يا شيخ أنا كنت نعم كنت واخد مبلغ من المال 10,000 جنيه من صديق لي. واخد مبلغ من المال 10,000 جنيه من صديق لك. تمام. وبعد وبعد سافرت معاه السعودية. سافرت معاه السعودية وبعد وطلب مني ان انا ارد له 10,000 جنيه 2500 ريال. وانت كنت مقترضهم فلوس ولا ريالات؟ جنيهات ولا ريالات؟ لا كنت مقترض جنيهات. اللي انت اخذته تسلمه. تمام ولكن هل انت وافقت؟ هل انت وافقت؟ نعم. هل انت موافق ترد له ريالات؟ انا مش موافق ان انا ارد له ريالات ولا امكانيات تسمح ان انا ارد له ريالات. يعني انت كما اخذتها ترد. تمام لا ولكن عدى عليهم 3 سنين يا شيخ. ايوه انت كنت مماطل ولا كنت انظامك؟
لا لا مفيش مماطلة، انا كنت مؤدي الحق ولكن كانت قرضا او نشأت عن بيع؟ نعم كانت قرضا او نشأت عن بيع، يعني الفلوس 10,000 كان بيع وشراء ولا قرض؟ كان بيني وبين وبين اخي بيع وانا اتخطت ب 10,000. لا لازم نسمع حبيب القضيه. انا فهمت انها قرض حسن 10,000 جنيه، قلت لك لا لا 10,000 حسن، كان بيع بيني وبين اخوه، انا كنت شاري من اخوه. لا 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 دي قضية لازم نسمعها الآن، تغير كلامي. ما فهمت، فهمت أنها أنك اقترضت 10,000 قلت تردها 10,000 كما هي. لا 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 لازم نسمع صح. الوقت انتهى حبيبي، أنت وهو تتفقان على صياغة سؤال. السلام عليكم. بارك الله فيك يا هيفاء، بارك الله فيك يا سيدي ابن أحمد. بهذا القدر أجتزئ حامدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، هو كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمال سخطك. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذريتنا من الذاكرين لك كثيرا يا رب والذاكرات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا يا رب العالمين، واسلل سخائم قلوبنا يا كريم. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين.
اللهم واحد صفوفهم واجمع بين قلوبهم على كتابك وسنة النبي الأمين، وسدد رميتهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم يا رب العالمين يا رب العالمين، عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك، اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين، يا سميع الدعاء يا علي يا عظيم، نعوذ بك يا رب من الحور بعد الكور يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.